هذا ديدين، إنسان كيما كامل الناس ويخدم ميكانيسيا، وبسبب خدمته ما يقدرش يفطر في الدار، وعلى هذا يشري مأكولات معلبة باش يسلك راسه. بصح هذا خلاه يعاني من بزاف مشاكل في كرشو، وعلى هذا عول باش يروح للطبيب. مسيو عندك دي بروبلام في الكولون وغير فير دو فيبر اللي يقدر يسلكك. فير دو فيبر يقضي على جميع مشاكل القولون وبدون آثار جانبية. فير دو فيبر الكازيتير جدا.